السلام عليكم صحة شريفتكم ومرحبا بكم في الحصة الثالثة كونسيرنون لو تيم بيل الكتروشيميك. بون شوف بعد ما شفنا نوسيون تاع البيل فونكسيونمون دون بيل الكتروشيميك بدينا من الاول دونك لانفونسيون تاع بيل فولتا وبعد بيل دانييل دي زيكزومبل دو تيب دو بيل دو تيب دانييل فان اي باغ لا سويت شفنا لا فارياسيون دو لا اف ام دون بيل ان فونكسيون دي كونستراسيون et par la suite la classification des couples redox en utilisant le potentiel standard d'électrode. Bien, donc potentiel standard d'un couple redox. Alors aujourd'hui, on va entamer la quatrième partie, soi-disant. Bon, j'ai fait sur deux séances, mais en fait, en réalité, ce sont en tout quatre parties. La quatrième partie concernant la pile alcali. Bon, je vais commencer par répondre à une question posé donc par Rawen. Bon, peut-être je n'ai pas l'aise de kif kif le micro parce qu'elle a un de ma trouille à jour autre déjà à tes mètres en ya donc déjà Rawen le micro mahlou pardon Rawen t'es à trouille est-ce que il y a que ça à Rawen tu as un seul Rawen est-ce que les piles collent selon la réaction d'oxydo-réduction ben elle a aussi le seul ايوه معناتها فما كانك الرياكسيون اللي تعطينا لي زيلكترون نجم نعمل بها كورون كاوي كوموما اوكي باهي اوكي ميرسي الوغ فوتر كاماراد بوز لا كاستيون است كو توت لي بيل يوتيليز كوم رياكسيون شيميك اون رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون اي بان لا ريبونس سي وي دونك نيمبورت كيل بيل كون يوتيليز كو سوا البيل دونك سي البرينسيپ دو باس باسكو نو افون ديجا فيو نو C'est le principe de base des piles électrochimiques. Et bien, même les piles qui nous utilisent déjà, elles utilisent des réactions d'oxydoréduction. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous comprenez? Bon, je vais commencer. Bon, dans le programme de notre programme, déjà, la idée, elles ne sont pas dans la phase historique et les séroures, comme je l'ai dit, c'est exact. C'est ce qu'on va faire une grande 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 dans le tarif. Les années d'autres, il y a une évolution à chaque fois de la pile. الكتروشيميك مي ما نفش تحدث عليها ديجا البرنامج نتاعنا كيف كيف يحذف لنا بارتي اخرى مهمه فهمتني مي انا مانيش باش نحذفها باش نحكي عليها بون بوتيتر كان في الكلاس ما نحكيش فيها مي هنا جو مو بيرمي اني نحكي فيها باش تعمل فايده خير البيل هذه كنا بيل بيل سالين بون فما شكون يحكي لي هنا يقول لي سي محمد سي داخله في البرنامج الباك سيونس البيل الكالين اي صحيح محمد موجوده في الباك سيونس وانا نعاود نقول لك اللي قاعد نقري فيه اليوم وامس ولامس راه كله مشترك ما بين باك مات وباك سيونس وباك تكنيك بون قلنا باش نحكيو على بيل سالين البيل سالين هي ذي هي احنا ديجا موجوده ومازلنا نستعملوا فيها معناها جوست معناها مره في التاريخ هي جوست قبل البيل الكالين وقعت اكتشافها ولكن وقع فيها اكتشاف دي زانكونفينيون وتطور في البيل دونك عطاتنا البيل الكالين اللي هي خير من البيل سالين دونك باش نشوفوا من بعد شويه شنو معاه الوغ باش نعطيكم شنو هي البيل سالين البيل سالين دونك شيما سامبل دونك اون فوتو هنا بيل روند اي اون كوب نتاع البيل تورينا لي كونستيتيون بحكم اللي قلت لكم البيل هذه ماهاش فريمون في البرنامج مانيش باش نقعد هذاك علاش خليت انا الاسامي فلو شويه فهمتني مانيش باش نهتم بيهم مي سلمى باش نقول لكم البيل هذه هي تعرفوا انه كي نشريو بيلات من السوق ولا سي دو سويت فما بلوزيغ تيب دو بيل كي نخليهم بعد ما يفاو يسيبوا ليكيد يولي تحس البيل وتسدد فما ما في وسط لاباراي نتاعنا كثيرة فهمنا والحكايه هذه البيل هذه علاش فما الماء اللي يخرج منين خاطر عندنا سوليسيون على الانتيريور السوليسيون هذه هي تابعة للإلكتروليت معناها جيل اكسترا ولا سا بوينش نقول حتى ولو جيل مي الناتيور نتاعو انه بعد ما توفى البيل دونك شو يولي سو فورم دو ليكيد دونك وذاك علاش دونك هنا يخرج لنا الماء من البيل من بعد وتسدد ذي الماء اللي هذا مش موجود في دوتر بيل كون ابل بيل سيش دونك هنا عندنا بيل سالين وبيل سيش مش اللي نحكيو البيل سالين ما عرفتش كان تجموشي تعرفها منين جات التسمية علاش كلمة سالين
وفي الاثناء باش نجاوب يسرى اللي تقول لي مسيو هذه سي لا ديرنيير سيونس دو كور اكزاكتومون صحيحه اخر سيونس في الكور هذه وفي الاخر باش نكملوا منها بار ان اكزرسيس ولا دوز اكزرسيس الوغ ماشي صال يعيشكم روان ومرام لا صال معناها هذيك ضد بروبر دونك هنا مي كيما تقول لنا يسرى هي سيل فهمتني دونك فما دونك سي اون سوليسيون الالكتروليت اي تان سيل نعطيك مثال اخر من البيل سالين هو البيل هذه تعرفها بيل بلات البيل بلات كي نحلوها باش نلقاوها فيها دو سيلندر وكان تاخذ شوفوا كلي دو سيلندر ولا البيل هذا تفركوها عطاو تفيقوا اكثر من شنو الكونستيتيون تاعها دونك بتات خلي كان شي عنده فضول ويحل البيل بلات ويكسرها ويشوف شنو اللي فيها دونك يكتشف هذاك اكزاكتومون لي كونستيتيون تاع البيل سالين وتكتشفوا انه ديجا مليح فما تيج اللي هي في البيل سي اون جرافيت دونك فما تيج في الوسط هذيك اللي اون جرافيت هذه علاش ترتكز فهمتني وباقي دي كونستيتيون ما نعرفش نركزوا عليهم برشا مي سلمى حبيت نذكر البيل سالين هذه اللي هي سابقه البيل الكالين اللي هي في البرنامج نتاعنا فهمينا دونك هذه تو سامبلومون فكره صغيره وكهو تو سامبلومون ومش نتعدى فهمتني مانيش باش نقعد نحكي عليها لاني ما تهمنيش الوغ مي قبل زاد حكيت على البيل سالين مي مش عطيكم كيف كيف المرحله التاريخيه نتاعها شكون اكتشفها فهمتني اللي هو لو كلونشي دونك نعطيك من لو كلونشي هذايا هو جورج لو كلونشي دونك الى انفونتي سيت بيل بور لا بروميير فوا ان 1868 فهمتني دونك سما دونك بوتيتر نجم نقولها لا بروميير بيل سيش معناتها الالكتروليت ماهوش سوليسيون اكزاكتومون مي ان جيل معناها في المرحله هذه في 1868 دونك هنا سيو لو كلونشي رد لنا السوليسيون اللي كنا نستعملوا فيها احنا في الاكسبيرونس نتاعنا ولات سو فورم دان جي دونك ولات اسمها سيش ولات بيل سيش عباره ماش سيش 100% متفاهمين متفاهمين مي دونك يولي هنا تو سامبلومون خير من السوليسيون نتاعنا اللي فيها ليكيد معناها مليو اكو دونك شنو هي البيل اللي استعملها هو نعطيكم فوتو بالنسبه للبيل اللي استعملها فوتو فيها كانت راه تلاحظوا فما دي لتر في وزاد وتي وسي سي دي سويت دونك نعطيك المعاني نتاعها تو سامبلومون جست قلنا الانفورماسيون دونك الفي سي ان فاز افون كاري هو ديجا استعمل فاز افون كاري كونتونون اون سوليسيون ساتوري دان سيل اللي هو اكزاكتومون استعمل كلورور دامونيوم جيليفي معناها كيما قلت لكم سو فورما دان جيل الوغ بعد يسرى ماهيش زنك كويفر لا يسرى عرفت تكتشف باه الوغ بعدها اكس زد لتر زد هي تيج اون زنك امالغامي فسرت لكم شنو معناتها امالغامي معناها فورمو ان الياج افيك دو ميركور دونك فما نعملوا الياج ما بين الزنك والميركور دونك هذيك تكون التيج نتاعنا فهمت انترودويت دون لا سوليسيون دو كلورو دامونيوم كيما خذينا مثال الزنك دون اون سوليسيون دو سلفات دو زنك لا هو استعمل هنا مع التيج دو زنك امالغامي مع سوليسيون دو كلورو دامونيوم دونك هذا منين جات كلمه سيل دونك هنا سي لا بيل سالين خاطر هذا هو ان سيل كلورو دامونيوم اي تان سيل كيف هو كيما الاناسيال مثال باه نشوفوا تي هو ان سيلندر بوغو كلمه بوغو مرينا بها هو برميابل قلنا رونفيرمون ان ميلونج دان سوليد دو ديوكسيد دو مانغانيز اي دو شاربون دو كورن فهمت الاناش 4 سي ال يقول لي كيما البون في البي دانيال لا يا راوي الفاز بورو هو كيما البون صالان الاناش 4 سي ال كيفو كيما سوليسيون دو كلور سلفات دو زنك ولا سلفات دو كويفر فهمت C'est la solution dans laquelle on a immergé le solide. Donc, C est une plaque de carbone de cornu. Bon, le cornu qui est une cornu, c'est un graphite. C'est une autre, dit ma carotte tout simplement. Donc, on a un tarjah qui fait sa carjoua avec carotte tout simplement. Quand tu as un tarjah, tu as un tarjah sur l'internet, tu as un tarjah. Mais, on a un tarjah qui est une carotte de graphite. Je ne sais pas si c'est une cornu, mais c'est une carotte de graphite. Donc, c'est tout simplement, donc, fikra, donc, c'est pour que البيل اللي نشوفوها احنا بيل الكالين فما البيل هذه وعلى ضوء البيل هذه تطورت الامور شويه دونك تطورت الامور من بعد جينا البيل الكالين
دونك اللي هي في البرنامج نتاعنا تو باش نبدا. دونك هذه البيل الكالين نتاعنا نستعملوها دونك دون نو جور. دونك ترى مكتوبه سي انكادري افيك دونك هنا دي سيركل هنا اون جون، ترى كلمه الكالين باتري معناها البيل الكالين تلقى مكتوب عليها راهو لو مو الكالين به. دونك هنا هذوما تروا تيب باغ اكزومبل شركات مختلفه اكسيتيرا، دونك ما يهمناش في الشركه احنا ليسونسييل كيف نقرا مكتوب عليها الكالين نعرف هذيك راهي سي تون بيل الكالين. الكالين مش تخدم بالفونكسيونمون نحكيو فيه احنا تويكا بعد. الوغ كي انفونتي سيت بيل بوغ لا بروميير فوا، دونك هو لو بروميير سي تان كانادي دونك لويس اوري، دونك هي ني 1927 اي مور دونك ان 2004 et avec coopération d'un autre collègue qui est autrichien, Karl Kordesch, donc né en 1922 et mort en 2011. Alors, quand est-ce qu'ils ont inventé cette pile? C'est en 1959. Donc 1959, donc on a été chef de pile à dire, on a dit que le souk, il a bad, تقريبا فترة عام وعامين دونك باش تباع في السوق. الو سيت بيل احنا تويك باش نهتموا بالكومبوزيسيون تاعها والبرانسيب دو فونكسيونمون. دونك هذاك علاش باش ناخذوا اون كوب كيما بريسيدامون. الو جو كونسيدير البيل سيلندر، فهمتني، ناخذوا كوب بالنسبه للبيل هذه. تعرفوا انتم ديجا زاد لي بول بلوس والبول موا اللي نستعملوهم احنا ديجا خاطر دونك جو بو با لي كاشي هذوما واضحين خاطر ديجا في البيل حتى هنا تراو البلوس الفوق معناها داك البوانت هذيا هي البلوس، فهمتني، والفون هكا هنا سي الموا. على دو كوا كونستيتوي سيت بيل؟ نبداو لا بروميير بارتي باش نعطيك هذايا سي زنك اون بودر امالغامي، فهمت، بعد كي تيجي تراو في الوسط دونك سي تانكلو اون اسي، فهمتني، اللي هو سما il va jouer le rôle de collecteur des électrons. Donc il va rassembler les électrons, معناها il va attirer les électrons vers lui hein. L'ensemble هذوما مع بعضهم يكونوا لانود. فاهمين؟ Alors maintenant deuxième partie. عندنا boîtier en acier. بعد عندنا le mélange de dioxyde de manganèse avec le carbone graphite. Donc مع بعضهم كلهم يعطينا لاكاثود. دونك فوالا تحدثنا مالها كيما في البيل الاخرى، دونك انود اي كاثود، فاهمين، مي لانود والكاثود هذوما واحد ما يعملوا شيء كيما اكزاكتومون كيما البرسيب تاع بيل دانييل. فما البارتيك اللي هي اون روج ما بيناتهم واللي هي فيها الكتروليت تان فيبر اون بلاستيك ان بي بي دو بوتاس، بوتاس ولا هيدروكسيد دو بوتاسيوم معناها سو فورم دو كا بلس اي او اتش موان، يعني فما ميلونج غادي. دونك كيما سوليسيون في غادي استعملنا في البيل دانييل كاسيال مثال، هنا نستعملوا في كا او اتش، فاهمين. الوغ وباقي لي كونستيتيون، دونك عندنا هنا لو فون اون اسي اي عندنا اجوان سيباراتور انتر لانود اي لا كاثود. دونك فوالا اون بريف لي كونستيتيون دو سيت بيل اللي احنا ديجا نستعملوا فيها فامل دو فوا. واش دان كيما البوان صالا هو اك الكتروليت اك البارتي روج، البارتي اللي ملونه بالروج هذيك هي عباره البون سالا. دونك باش يصير فما باساج دي زيون، فهمين، كيما اكزاكتومون وقت قلنا في الباز. بون هذا اون بريف شيما تاع بون بوتيتر في اكزاما ولا حاجه نجم نعطيكم احنا شيما اون بو فو دوموندي دو كومبليتي، مي مش باش كلها نعطيكم بعض الحاجات الناقصين، مي بيان سور شنو اللي ناقص المهم، الحاجات المهمين شنو المهمين عندنا احنا هنا؟ انا هو الالكتروليت، وين موجود الالكتروليت؟ فهمتني؟ الزنك شكون يمثل انود وشكون يمثل كاثود باغ اكزومبل؟ هذوما حاجات تركزوا عليهم مليح. بون مانتنون باش نتعداو ونشوفوا الفونكسيونمون، هذا دونك ديسكريبسيون سامبل. اي مانتنون اون فا جو في ديكريغ ميو كو سامحوني la pile là, je parle de le dioxyde de manganèse qui me rappelle comme dioxyde de manganèse هو اللي موجود هذا dioxyde de manganèse اللي مثل في الكاثود، فاهمين. alors dioxyde de manganèse هو شنو الرقم تاعو؟
هو كي va être réduit en poudre et mélangé avec le graphite en poudre qui facilite la conduction. معناها خلطناها احنا بالجرافيت pour avoir une meilleure conduction. Donc هذه الغايه نتاع. Bon, je viens de te dire sur pourquoi on ne peut pas jeter la pile alcaline au sol. Ben, سنني بعد نجاوبك على السؤال هذا. فهمنا؟ Bon, ولا peut-être bon, نجم نقول لك انا ديجا هنا اتون جاوبك مثلا حتى تويك هنا. وقت قلت لك انا ديجا في البيل هنا نرجع. قلت الزنك اون بودر هذا امالغامي. Bon, اش معناتها امالغامي؟ هو قلت لك فما فورمي بار un alliage مع المركور. المركور اي بان سي ان برودوي توكسيك. Normalement, si on va jeter ces piles, il va y avoir dégradation de ce produit, le mercure, donc dans les sols, ainsi de suite, la bactérie, et on va avoir toxication de l'environnement. Eh bien, seulement en 2012, seulement, des piles avec du mercure. On a tout le chef ou hal akhor, on a le mercure. Mais jusqu'à 2012, واحنا نستعملوا في الميركور اللي هما توكسيك. معناها لي بيل ديجا حتى كي نمسوه ما احنا قبل بيدينا راهو هذاك مش باهي. سيرتو هاك البيل بوطون اكسيتيرا تنشوفو من بعد فهمتني هذوكم ديجا نورمالمون كي نمسوهم بيدينا ما مش باهي. بون الو البارتي الثانيه قلنا تو لو فيبر اون بلاستيك اللي قلت لكم مثل الكتروليت هذاك ان بيبي دون سوليسيون ديتروكسيد دو بوتاسيوم جو لو رول دو لا جونكسيون الكتريك ولا الكتروشيميك نجم نسمع. Elle permet un échange ionique entre les compartiments anodiques et cathodiques sans que les couples d'hydroxyde mis en jeu dans le fonctionnement de la pile ne se mélangent. On a exactement le même principe que l'on a fait dans la pile. L'électrolyte là et l'hydroxyde, l'électrolyte, exactement, c'est l'hydroxyde de potassium. Donc, il fait partie des métaux alcalins, d'où l'appellation de la pile. Alors, c'est la pile alcaline. لان فيها الكا اللي هو سيتام ميتو الكالان. معنا سول ما هنا نرجع نعمل رابيل نذكركم التابلو بريوديك اللي شفتوه في الدوزيام اني فهمت عندكم سكي كولوري تويك هنا في التابلو تراو هذاك مثل لي فامي شيميك كانت تذكر زاد شفنا احنا اقتصرنا في الدوزيام اني على البريمير كولون ودوزيام وسيتيام وويتيام مي سول ما اذا تذكروا لا بريمير كولون على اكسبسيون دو الهيدروجين ما دخلناش الهيدروجين. Donc, il met la colonne des métaux alcalins. Exactement. Donc, la colonne est ismati métaux alcalins. Donc, pour que je me alcalins, je vais mettre la pile alcaline. Donc, enfin, je vais mettre la pile alcaline. Je vais mettre la pile alcaline. Je vais mettre l'hydrogène. Je vais mettre Li, Na, K, Rb, Cs, ainsi de suite. Donc, la même chose, n'importe quel métal, donc il va nous donner une pile alcaline. Bon. L'air, bon, maintenant, alors je passe. En bref, allez, isma pile alcaline, li anou fiha un métal alcalin, famina. Tadetou, le fonctionnement. فونكسيونمون تاعنا مش نحكيو اكزاكتومون شنو اللي عندنا. الوغ بحكم ما قلنا من الاول الكل فما رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون المي اون جو دو كوبريدوكس. دونك جو فو دون لي كوبريدوكس انا زد ان او اش 4 2 موا سلاش زد ان اي ام ان او 2 سلاش ام ان او او اش. بون بوتيتر هذوما ما تحفظوهمش دونك اون فو لو دون دونك لي كوبريدوكس سيمبول بالنسبة للبيل. دونك نكون زدن زدن او اش 4 2 موا ام ان او 2 ان سي دو سويت. دونك فوالا لو سيمبول دو لا بيل. دونك مش تلاحظ التقريب قاعدين ماشي بنفس التمشي نتاع البيل اللي شفناه الحصص اللي فاتت. مانتنو لوكسيداسيون دو زنك اللي مش تصير على نوت هي اون فا مش يصير نورمالمون كيما زدن دون زدن دو بلوس بلوس دو الكترون. دونك راه وين تقول لي هنا ما غير كونسنتراسيون هنا بكلهم دي جيل ما عندناش سوليسيون. دونك ردوا بالكم انا ما نحكيوش على
donc constellationnaire. كلهم سو فورم دي جيل دونك سي اون بيل سيش نحكيو على كونستراسيون وقت عندنا سوليسيون الوغ كيما شفنا في البيل نتاع دانييل زيدان مش ولي زيدان دو بلوس دونك تقريبا هنا بنفس الفكره كيف كيف الغايه انه حاجتنا زيدان مش ولي زيدان دو بلوس مي حاجه برك هنا مختلفه انه عندنا الميليو في الباز ميليو بازيك في فم الاو هاش هنا فاهمين دونك خاطر عندنا كا او هاش لو فات اللي عندنا ملي بازيك دونك باش نولي فما رياكسيون انت زد ان دو بلس ال او اش موان جو فو دون ديريكتومون على ليكواسيون دونك ايكليبري زد ان دو بلس بلس 4 او اش موان فا دوني زد ان او اش 4 دو موان دونك شفت هنا ولات عندنا لوكسيدون دونك الريدكتور والاكسيدون كان الوغ كي عاد ديما نقرا السؤال قبل ما نواصل كيفاش تكتب السامبول وما عنديش à droite et à gauche. Là, on a la droite ou la gauche, Azouz. La droite ou la gauche, on a déjà حسب la description qu'on a fait. Donc, شوف, à l'intérieur. Bon, là, on va revenir un petit peu. Alors, on va revenir à la description. Alors, je connais. Elle est موجودة à l'intérieur. C'est le zinc. À l'extérieur. هو MnO2 معنى الانتيريور هو عبارة عن الجوش والاكستيريور هو الدروات دونك هنا توجور سي لو ميم برينسيپ فهمت باي فماش سؤال اخر بو هنا معش علاه ستارت رياكسيون زاد انت بلس او اش موا بون بيان سور هذا ما ندخلوش فيه ما نعرفش ندخل في ديتاي كل شيء رانا فاهمين سلمى باش نقول لكم اللي شنو مش يصير دونك هذوما حاجات مش تاخذوهم معنا جوست ان بريف لانه البرنامج نتاعنا ماهوش ايتود نتاع البيل الكالين في حد ذاته مي تو سامبلومون باش نعطيكم فكره الا قلنا هذا كوبر دوكس هنا انا وقت يظل عندنا ديزيون زاد دو بلوس يقار واحد مع واش مو مش يعملوا رياكسيون قلنا دونك سولون سيت ايكواسيون دونك هذه شوفوها ديجا مش تعودوا بها وتحفظوها فاهمين وتشوفوها نواصلوا مثلا دوزيام ليكواسيون هذه زاد ان de plus voilà donc on a donc réaction mal l'OH moins enfin qui finalement le bilan par les deux transformations voit que un ZN qui a réagi avec 4 OH moins il va donner ZN OH 4 de moins plus 2 électrons donc finalement on a ZN je voulais ZN de plus que marche la oule ZN de plus je viens réaction mal OH moins donc on a brisé les navires ou le bilan on a brisé les nahna en définitive c'est l'équation au niveau de la node qui est Zn plus 4OH- donne donc cet ion complexe. Maintenant, à la cathode. Donc, ici, il y a une réduction. Déjà, on a la cathode, il y a une réduction. Il y a une réaction de MnO ou de Fontaine. Il va capter un électron en présence, bien sûr, de milieu. Maintenant, on a une solution ou gel, donc on a l'eau, on alors, je vais vous MnO OH plus OH moins. Bon, les réactions, c'est seulement à apprendre, tout simplement. Donc, je vais vous montrer des équations. Alors, le bilan maintenant, pour les deux équations, on a demi-équation l'oula ou demi-équation l'autre. Là, je vais dire, l'oula, il y a 2 électrons. L'autre, il y a un seul électron. كما متعودين في الإكيليبر نتاع الأكسيدو ريدكسيون، on va multiplier la deuxième par deux pour éliminer les électrons entre les deux demi-équations et finalement l'équation bilan définitive dans Zn plus 2 MnO2 dans plus 2 H2O plus 2 OH- qui va donner donc les produits. Et ça, c'est la réaction qui se produit lorsque la pile est en fonctionnement. Casus et électrons les voilà. قولي فان يجيو يتبدلوا البلايص نتاع لي زدان ام ان او 2 لا ما تنجم هنا تبدل حتى بلاص هذوما لو برينسيپ والليكواسيون هذوما كيما هما دونك ما تنجم تغير فيهم حتى شيء فهمنا اي با كانت لاحظوا دايوغ مانيش مش نستعمل في دوبل فلاش رانينا كلها افيك نو سول فلاش دونك العمليه ماشيه كلها في سونس واحد دونك وذيك الرياكسيون الوحيده اللي تصير ما عندناش بوسيبيليتي نتاع العكس بون
Alors, maintenant, l'avantage نتاع البيلة هذيا، بيان سور، هذا اكتشفت ديجا ونستعملوا فيها لحد اليوم احنا تو، ديجا احنا قلنا فما انكونفينيون بالنسبة للبيل دانيال سي دو سويت ذكرناهم، الوغ نشوفوا لي زافونتاج نتاع البيل الكالي. دونك لا بخومييغ شوز نشوف باغ اكزومبل دوري دو في. دونك جوسكا 10 ans، تنجم توصل. باهي، اش معناتها هنا جوسكا 10 ans؟ معناها من اللي تصنعت نجم تبقى صالحة ما 10 سنين. فهمتني؟ الوغ مش معناها هي الفا فونكسيوني 10 ans راه. فهمنا؟ باهي، فما وين تقول انها او ال في. لا الاو مش بالضرورة او ال في، نجم نعملوا احنا الاف ام او ال في. تو كيقول 1.5 ماش او ال في، خاطر نجمو نعملو دي بيل احنا 1.5 فولت ولا 3 فولت ولا 9 فولت. فهمتني؟ يبقى هنا الاف ام نتصرفوا فيها كما نحبوا. بون فريمون ماش ان جران افونتاج هذاك، لانه حتى ولو تعرفوا بوغ افواغ اون اف ام تري او ال في نجمو نعملو اسوسياسيون. معناها ديما الفكره نتاع التونسيون كبيره صحيح مهمه هي، فهمتني؟ ماهيش كيما البيل دانيال. البيل دانيال تعطينا ب 0 فرغول ولا 1 فرغول باغ اكزومبل، هذه تنجم تعطينا خير. تعطينا باغ اكزومبل هنا 1.5، تعطينا 3، تعطينا 9، تعطينا 12. ثم دي بيل اللي هما 12 فولت. دونك سي فري، دونك سي نو فالور بلوز او موان اولفي ان بون بور لي بيل. بون ثم هنا واش تنجم تكون اوروبو وقاعد فيها وتقيد في عمرها. اي اكزاكتومون، هذه لازم حاجه تعرفوها. البيل با كيما باتري، اي باتري حتى احنا تو انت نشيل باتري نتاع تليفون، باتري نتاع اورديناتور، اي باتري كيما البيل هي ديجا بيل فما. ها دونك البيل هذه نالي صنعت ما استعملناهاش كومبليتمون. باغ اكزومبل جات المده الزمنيه نتاعها هذه وفات ما عادش تخدم. فهمت؟ دونك مش بالضروره انه مش يكون انا استعملتها راهو باش هي غلطه. دونك فما كل حاجه عندها دوري دو في. بون من نهار اللي صنعت. الو دوزيام افونتاج الطون دو ديشارج. الطون دو ديشارج نتاعنا امبورطون هنا تو كي نقول طون دو ديشارج هو ان فونكسيونمون. الو شوف البيل نتاع 1.5 برك مثال نحكي انا تو خذيت اللي هي الاكثر استعمال. 1.5 سو ديشارج دو 1.5 ل 1.2 هي او بو دو ديزان دوغ. معناها كي لو تقعد تخدم وي سا تونسيون ريست كونستانت à 1.2 volt, une quarantaine d'heures avant de décroître régulièrement entre 1.2 et 0. Donc, je trouve l'avantage de ça. C'est que nous avons une décroissance. Dans une période de temps, nous avons une décroissance. Elle se stabilise dans une valeur moyenne, elle est 1.2. Et par la suite, elle va décroître rapidement vers 0. Avantage tel. Ouais, elle fonctionne aussi à basse température. Elle tousse jusqu'à moins 30 degrés ou même moins 40. Ou tousse le canal bois, nous allons nous dire, à 60 degrés. Bon, on a fait l'intervalle de température, moins 40 jusqu'à 60. Bon, peut-être qu'on a raté une valeur indicative seulement moins 30, mais on a fait que l'allié est entre moins 40 et 60. Hein? Donc, intervalle bien de température. Alors maintenant, avantage d'art. Donc les piles d'hommes sont résistants aux contraintes thermiques et mécaniques. Je m'en ai contraintes mécaniques ou thermiques. Donc élévation de ta température, contrainte thermique, je m'en ai variation brusque de ta température. Mais je m'en ai peut-être, il y a une variation brusque de la chose. Donc ils sont résistants, mais c'est le même. Mécanique, je m'en ai attaché ou d'arbre ou femme de ارميناه مع الحيط ما يجرمش. فهمنا هذا واش معناه؟ فابل ريزيستانس انترن. هذا كان تذكروا ريزيستانس انترن وقت قريتوا في الدوزيام اني الكاركتيرستيك دو بيل. فما الاف او ام او وريزيستانس انترن بتيت ار. دونك البيل هذوما عندهم ريزيستانس انترن ضعيفه، وهذه مهمه ياسر هنا باش ما تضيعناش بكود دينرجي. معنى البيرت دينرجي ما تكونش كبيره. تعرف وي ريزيستانس الفي بيرد غير لينيرجي باري في جول. بون بالنسبه لنا من لهنا، دونك قد ما تكون ريزيستانس ضعيفه صغيره
قد ما يكون البيل نتاعنا احسن، وهذه موجوده في البيل الكالين. دونك رجعنا امير هنا يقول لي مسيو لي كاستيون هذوما يجي في تكست مسيو يجي وي في تكست بيان سور نجم نعطيكم احنا تكست سيانتيفيك فهمني ويجي في تكست. بون مي انا تو نتحدث هنا باش تتثقف انت ديجا مي كل تنجم تقام في اكزارسيس في تكست انسي دو سويت. الوغ لافونتاج اخر غراند دينرجي غراند دونسيتي دينرجي يقول غراند دونسيتي دينرجي شفنا presque 143 watt heure par kilogramme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Watt fois heure. C'est l'énergie, hein? C'est une unité de la joule. Bon, relation, nous avons une relation avec la joule, hein? Entre la joule. Mais quand tu as tout simplement, ça m'a watt heure ou la kilowatt heure. Donc, ça m'a tout à fait deuxième année comme unité de l'énergie. Il y a la valeur de Zrira. Donc, nous avons seulement watt heure. Optimisation de l'utilisation des produits chimiques. Donc, on a une grande surface de, disponible pour la poudre de zinc. Donc, il y a un moment où il y a un contact. Hermétique. Je m'en ai hermétique. La pile alcaline ne peut pas couler. Donc, même se conserve plus longtemps. Je m'en ai dit, je pile dit, je m'en ai dit, parfois, je m'en ai dit, que les cibles liquides, je m'en ai dit, ils ne vont pas couler. Donc, ce sont des puits sèches. Donc, meilleure conductibilité de l'électrolyte. Donc, l'électrolyte, c'est un bon conducteur. Vous voyez, donc, on a plein d'avantages. Hein? Mais, dis-moi, un inconvénient. L'inconvénient, par exemple, là, le coût très élevé, on a 100 plus ou moins, plus, relativement cher, hein? Et pas de récupération, autant de repos. معناها وقت احنا نخليو الروبو ماهوش فونكسيونيل ما يسترجعوش الانرجي اللي تخسرت. دونك الانرجي تخسرت ضاعت مشات استعملناها صاي ما عادش نجمو نرجعوها ديجا سي تان انكونفينيون فاهمين. الوغ هذا يستن بيل الكالين كيفاش باش تكون نتاعنا. دونك باش نشوفو ان اوتر تيب دو بيل الكالين اللي هو بيل الكالين ا اوكسيد دارجون اللي شفناه قبل بيل الكالين ا ديوكسيد دو مانغانيز. هذه البيل الكالين اوكسيد سامحوني مش دارجون دو ميركور ديجا غلطت هنا في هذه. بون فما شكون دونك فما شكون استني قال لي دونك هذه توكسيك بيسر حتى الاخرين كيف كيف توكسيك عز قلنا كلهم اللي فيهم الميركور كلهم توكسيك فهمنا اي مي سورتو هذو ما علاش قلت كان هذوما الميركور هذوما ديجا باش نباكم منهم بون هذوما اكثر توكسيك حتى الاخرين فيهم فيهم شويه توكسيتي مي هذوما اكثر. الكوبري دوك زاد ان تولي هنا كي عندنا هي او اش 4 دو موا زاد ان اش جي او اش جي انا الاكسيد دو مركور هو الاش جي او هو الاكسيد دو مركور دونك في بلاصه الام ان او 2 فاهمين. بون هنا بالنسبه للفيجور حتى من بعد نهبط لكم هذه اون بي دي اف باش تنجموا تاخذوا النوموكلاتور والليجوند. بون سمبول نتاع البيل زادن زادن او اش 4 دو موا اش جي او اش جي معناها تلاحظوا تو سامبلومون الفرق ما بين الام ان او 2 والاش جي او غيرنا بلايص ما كاو تو سامبلومون مي تبقى نفس الترتيبه. بون مينتنون لوكسيداسيون اللي تصير او نيفو دو لانود لاحظوا جي لا روبيتي هي لا ميم نفسها زادن بلس 4 او اش موا دون زادن او اش 4 دو موا اي La réduction au niveau de la cathode, HgO plus 2 électrons plus H2O, tantine à Hg plus 2OH moins. L'équation bilan, c'est la somme. Donc on va avoir l'équation bilan, tantine à somme 20. Famine. Ben, je n'ai pas donc la polarité, ma clube, n'est-ce qui fait le pile bouton. Là, tu as le pile bouton, et je n'ai pas le دونك هذه شوف هنا اون فات اول بيل بوتون عطيكم انا ديجا فوتو من الاخرى الفاس الفوقانيه هذيك راني فيه وين فما ليكريتور هذيك البلوس والبارتي هذيك المحفره فين عندك هنا لي ريور هي راهي الموا اي البيل بوتون بكل ما كيكرا. دونك انا البارتي الفوقانيه هذيك ما انا معناها الفوتو اللي جونت موجوده كيما الفوتو اللي يا دروات
5 minutes. اه لا الفوقاني هذيك سؤال الماي واش دان انا كيفاش خديت البيله كيفاش طورت البيله وكا هو نسمي اه بوتيت خنتي ترى في لنا هي البارتي اللي احنا المواضيع انا قزون محفره اللي فاريو فما تو في الاخر تو باش نقولوا البيل اوليتيوم هي التطور الاخراني تو نتاعنا بعد ما شفنا البيل الكالين وموجوده في السوق لكدا بيان سور فيها دي انكونفينيون فيها مركيور توكسيك سي دي سويت دونك جات هون بعد حاليا اكثر استعمال عندنا البيل اوليتيوم البيل اوليتيوم هذوما ديجا اكثر استعمال في الموجودين تويكا اللي هما شنو باش نعوضوا لو بوتاسيوم بار لو ليثيوم وقلنا الليثيوم موجود هو فوق البوتاسيوم تحت الهيدروجين مي ما عادش نستعملوا الكتروليت معناها اللي هو سوليسيون اكوز نولي نستعملوا سوليسيون اورغانيك دونك هذا شنو الفرق الالكتروليت انا نو دو با اتر اكو علاش باسكو لو ليثيوم رياجي افيك لو معناها الليثيوم هذا يجم يعمل رياكسيون مع لو دونك هذاك علاش ما يزناش نستعملوا احنا سوليسيون اكوز ولا هنا الكتروليت اكو نعوضوه باغ اون سوليسيون اورغانيك وهذوما بعض الامثله فهمت اعطيتكم هنا في بوتون جدد معناتها موجودين هنا مصنوعين اوليثيوم شنو هي الافونتاج نتاعهم هذوما الدوري دو في بلو لونغ هذوما يجمو يوصلوا جوسكا 20 طون كوم دوري دو في والغران دونسيتي دينيرجي دونك 297 وات اور بار كيلوغرام اللي الاخرين 143 شفنا قلنا دونك بريسك الدوبل هذيا دونك معناها تعطينا كونتيتي دينيرجي الدوبل دو لوتر الوغ مالا نشوفو كان نرجع نصحو من الاول البيل الكالين تعطينا انرجي خير من البيل سالين والبيل اوليتيوم هذوما دونك يعطيونا احسن من البيل سالين فهمت من البيل الكالين سامحوني الوغ مانتنون نكونوا كملنا تقريب هكا افيك لي بيل الكالين